حياكم الله مشاهدينا الكرام الرافدين، أهلا بكم في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتب بالصحف العراقية والعربية والعالمية بعد أهم العناوين. ونبدأ من الزمان. مقتل 11 عنصرا في الحشد الشعبي بهجوم شرقية تكريت. في موقع الحرة، قناة تابعة للميليشيات العراقية تزعم مهاجمة الأراضي السعودية. وفي العربي الجديد، 20 مليون دولار من السفارة الأمريكية ببغداد لتأمين المنطقة الخضراء. نقرأ في صحيفة المدى، 30 معسكر نزوح تؤجل طي ملف إغلاق المخيمات في العراق. نطالع في الشرق الأوسط، إدارة بايدن سنعمل مع أصدقائنا للتصدي لنفوذ إيران الخبيث. وفي البيان الإماراتية، مجلس الشيوخ الأمريكي يرجئ مساءلة ترامب إلى شباط المقبل. عنونة القدس العربي، قصف للبوليساريو يستهدف معبر الكركات والجيش المغربي يرد. في حادث محزن وهو حادث تفجير ساحة الطيران، يصر بعض الذين لا يحبون هذا الوطن على استدعاء النعرة الطائفية، استدعاء هذه النعرة الطائفية ليقولوا للمواطن المسكين إن عليك أن تحتمي بطائفتك فهي وحدها المنقذ. علي حسين ذكر في صحيفة المدى أن الجميع صار يتفنن في بث سموم الطائفية ليجعل منها أقواما كسيحة وفقيرة وعاجزة تتلفت حولها وتتوجس من جارها وتخشى مصافحة الآخرين لأنهم لا ينتمون إلى الطائفة نفسها. جميع الذين بثوا سمومهم الطائفية على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال الفضائيات كانوا للأسف صم وعمي، فلم يشاهدوا أو يسمعوا الأب الذي كان يصرخ علي عمر بحثا عن فلذتي كبده بعد أن خطفتهما يد الإرهاب، مثلما أراد دعاة الطائفية أن يخطفوا استشهاد أكثر من 30 مواطناً من أجل مزايدات سياسية رخيصة. هؤلاء الذين يصرخون في الفضائيات من أجل الطائفية هم أيضاً كانوا يحرضون ضد شباب التظاهرات في بغداد والناصرية والنجف، وفاتهم أن كواتم الأحزاب لم تفرق بين شيعي وسني، حيث تساوى عندها هشام الهاشمي مع علاء مجذوب. هؤلاء الذين حاولوا أن يشيطنوا الاحتجاجات كانوا يوجهون سهامهم إلى شباب الناصرية والنجف ويطالبون بالقصاص منهم. مشعلو الحرائق هم أصحاب تسمية الجوكرية لشباب تشرين، وهم أنفسهم الذين شمتوا بشهداء الاحتجاجات وصفقوا حين كانت أجهزة عادل عبد المهدي تصطاد الشباب بالرصاص ليظهروا الوجه الحقيقي لحقدهم على كل شيء عراقي. استدعاء الطائفية لإهانة شهداء ساحة الطيران ليس اجتهاداً فردياً، بل هو عملية منظمة لإخراس أي صوت ينادي بدولة المواطنة. أضاف الكاتب، اليوم أصبحنا نرى كتاباً ومدونين وبرلمانيين يستخدمون الورقة الطائفية لإقصاء خصومهم وللتحريض ضدهم. أحزاب وتجمعات تسخر من الوطنية وتعدها عاراً، في حين يطالب بعضهم بتهديم مدن بأكملها لأنها من مكون آخر لا ينتمي إليه مشعل الطائفية. يمكن أن تكون إيران وأدواتها بما في ذلك الأدوات المحلية وراء التفجيرين الأخيرين اللذين استهدفا قبل أيام سوقا شعبية في بغداد، ولكن يمكن أن تكون هناك جهة أخرى وراء هذا العمل الإرهابي الذي أودى بما يزيد على 35 شخصاً فضلاً عن تسببه بالعشرات من الجرحى. خير الله رأى في صحيفة العرب اللندنية أن التوقيت والمكان يبقيان أهم ما في هذين التفجيرين اللذين نفذهما انتحاريان، وذلك كي تتوجه أصابع الاتهام إلى تنظيم داعش وما شابهها.
بالنسبة إلى المكان، وقع التفجيران في منطقة بغدادية شعبية مكتظة لإلحاق أكبر أذى بالناس العاديين. وبالنسبة إلى التوقيت، كان التفجيران في اليوم الأول من ولاية الرئيس جو بايدن، الذي باشر بعد ساعات من حفلة أداء اليمين أداء مهماته من البيت الأبيض. يبدو التفجيران رسالة واضحة إلى الإدارة الأمريكية الجديدة وإلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في الوقت ذاته. كذلك يبدو التفجيران بمثابة دعوة إلى إدارة بايدن من أجل فتح مفاوضات سريعة مع إيران بشروط تسعى إلى فرضها، وهذا ما دعا إليه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف. إذا كان التفجيران البشعان يدلان على شيء، فهما يدلان على استعجال إيراني لفتح ملف العقوبات مع واشنطن من البوابة العراقية، وذلك بغض النظر عن صحة ما يقال عن مسؤولية طهران غير المباشرة عن التفجيرين ووجود بصمات داعش عليهما. هل كانت إيران بنظامها القائم غريبة عن داعش في يوم من الأيام؟ وذلك منذ بروز هذه الظاهرة مجدداً في العام 2013 واحتلالها الموصل في العام 2014. تتعاطى إيران مع وضع جديد بأساليب قديمة في منطقة تغيرت كلياً. ليس كافياً أن تتغير الإدارة الأمريكية كي يعود كل شيء على حاله. وبحسب قول الكاتب، فإن الاستعجال إيراني والتمهل والتأني أمريكياً سيبقيان إلى أشعار آخر. ليس أمام طهران سوى الصبر. أليست إيران من اخترع عبارة الصبر الاستراتيجي لتسويغ العجز عن الرد على الضربات الأمريكية والصهيونية؟ جريمة ساحة الطيران هي رسالة سياسية في الزمان والمكان، فهي ضربت قلب العاصمة العراقية بغداد في الناحية الأكثر فقراً ومعاناة. مصطفى فحص رأى في موقع الحرة أن من دفع بالمستهدف واختار المستهدف وحدد المكان كان هدفه عودة العراق والعراقيين إلى التمترس الطائفي وإعادة تعويم خطاب الكراهية والتحريض. هناك قلق في الفضاء العام العراقي من إعادة إنتاج الهويات الفرعية على حساب الهوية الوطنية الجامعة التي عمدتها انتفاضة تشرين في مواجهة طبقة سياسية فشلت منذ 2003 في إدارة الدولة والثروة. الفاعل الإرهابي حدد زمانه بعناية، فهو يريد الإعلان عن بداية نهاية الاستقرار السياسي والأمني في العراق، وحدد هذا الإعلان في الليلة الأولى من دخول الرئيس الأمريكي الجديد للبيت الأبيض، وهذا ما يمكن اعتباره تخادماً مقصوداً منحته جهات تستخدم الإرهاب في التعبير عن موقفها السياسي لجهات تبرر حضورها وشرعيتها بأنها تحاربه. بعيداً عن الفضاء الافتراضي الذي استغلته الأصوات الراديكالية التي وجدت في جريمة ساحة الطيران فرصة في العودة إلى تموضعات قديمة تعينها على استعادة مكانتها وتعويض خسارتها الشعبية بعد اللكمات التي سددتها انتفاضة تشرين ضد دعاة الخطاب الطائفي الذين سيستغلون هذا الحادث وما قد يليه في معركتهم الانتخابية المقبلة بوجه خطاب تشرين الجامع. فمما لا شك فيه أن البعض يرى في هذا الحادث فرصة لإسكات شباب تشرين سياسياً وإخراجهم من المنافسة تحت ذريعة ألا صوت يعلو فوق صوت المعركة. الكاتب أن الحل في العراق ليس أمنياً فحسب، والكاظمي ومعه فريقه الحكومي والأمني ليس أمامهم إلا خوض معركة سياسية وقضائية، فضلاً عن الأمنية التي بدأت بتغييرات القيادة الأمنية لانتزاع التنازلات من القوى السياسية التي تعطل الحلول، لكنها فعلياً تعطل الدولة واستعادة هيبتها من البعاثة وحتى ساحة الطيران. في صحيفة البصائر كتب حاتم الفلاحي عن المقابلة التلفزيونية لزعيم ميليشيا حزب الله اللبناني حسن نصر الله، والتي حاول فيها سرقة تاريخ المقاومة العراقية وتزويرها. ورأى الكاتب أن أحد أسباب هذه المقابلة هي الصورة السيئة التي تركها المشروع الطائفي الإيراني لدى شعوب المنطقة من قتل وتدمير وتخريب وتشريد على أيدي ميليشيات تابعة للولي الفقيه بحجة المقاومة وتحرير القدس ومحاربة الإرهاب التي استخدموها ذريعة لتنفيذ مشروعهم الفارسي التوسعي في المنطقة. حسن نصر الله
حاول تلميع صورة الميليشيات الطائفية وتقديمها كفصائل مقاومة، كما أنه يحاول أن يقدم الإرهابيين اللذين قادا العمليات التخريبية في العراق وسوريا قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس كقادة للمقاومة، مستفيدا من عملية قتل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وهو يختصر الكثير من الحقائق والاتفاقات التي طالما تستر عليها الجانبان طوال الفترة الماضية. كما أن هناك حقيقة خطيرة، وهي أن الشعوب كشفت كذبهم وعملتهم وخستهم، مما يجعل مشروعهم أمام خطر كبير يهدد بزوال نفوذهم السياسي والعسكري في دول المنطقة. لذا فهو يحاول أن يسوق مقتلهم ليعيد رسم الصورة من جديد من خلال الإجابة عن سؤال لماذا ظهروا في الإعلام، وكأن مشكلة الشعوب المنكوبة التي ترزح تحت وطأة الاحتلال الإيراني هو ظهور سليماني والمهندس بالإعلام، أو إن مشكلة الشيعة الذين يقتلون في جنوب العراق اليوم بدم بارد من قبل ميليشيات الحشد هو أنهم لماذا سمحوا بالتصوير ولماذا ظهروا بالإعلام. من الواضح أن الدافع الأساسي وراء التحدث عن الجانب الإعلامي هو إعادة رسم الصورة المناسبة لمشروعهم الطائفي الذي يترنح في العراق وسوريا واليمن ولبنان، بعد أن تغافل عن الآثار التدميرية الواضحة التي تركها التدخل الإيراني في دول المنطقة. وهنا تساءل الكاتب، لماذا هؤلاء الذين كانوا يسمون أنفسهم معارضة كانوا يحملون السلاح ضد العراقيين وضد الدولة العراقية السابقة؟ لماذا لم يفعلوا الفعل نفسه ولم يقاتلوا المحتل الأمريكي بعد عام 2003؟ ولماذا وافقوا على أن يكونوا جزءا من مشروع الاحتلال؟ فالقيادات التي تسميها مقاومة كانت ولا تزال جزءا من مشروع الاحتلال الأمريكي الإيراني. عن موقف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من إيران، كتب عريب الرنتاوي مقالا في صحيفة الدستور الأردنية، قال فيه إن الشهادات التي أدلى بها المرشحون لتولي حقائب الخارجية والدفاع والاستخبارات في إدارة بايدن أمام الكونغرس كانت كافية لإعطاء فكرة عن النهج الذي سيعتمده الرئيس الأمريكي مع إيران، والتي يعتقد بحق أنها واحدة من أولى أولويات السياسة الخارجية الأمريكية بعد الصين وروسيا وترميم العلاقات على ضفتي الأطلسي. ثمة خيط ناظم لا يصعب تتبعه في الشهادات الثلاث، ويمتد إلى أن إيران هي التهديد الأخطر لمصالح واشنطن وحلفائها في المنطقة. لا عودة تلقائية للاتفاق النووي بعد أن جرت مياه ثقيلة كثيرة في أجهزة الطرد المركزي مذ أن انسحبت واشنطن من هذا الاتفاق. برنامج إيران الصاروخي سيكون محوراً للتفاوض اللاحق مع طهران. دور إيران المزعزع للاستقرار في الإقليم هو محور آخر سيقرر شكل ومستوى العلاقات بين الجانبين. تصطدم هذه الخطوط العريضة لموقف الإدارة الجديدة مع المصالح الأعرض لإيران، وتتناقض مع جملة المواقف المعلنة التي منفك إصلاحيو طهران ومحافظوها عن ترديدها منذ أن لاحت في أفق السياسة الأمريكية بوادر انتقال السلطة من إدارة ترامب إلى إدارة بايدن. طهران تنتظر كشرط مسبق لعودة المفاوضات مع واشنطن إقدام الأخيرة على رفع العقوبات التي فرضها ترامب من جانب واحد، وهي مستعدة لمقابلة كل التزام أمريكي بالاتفاق بالتزام إيراني مماثل. السياسة الداخلية الإيرانية قد تفضي إلى تأخير فتح الملف الإيراني بمختلف صفحاته للبحث والحوار والتفاوض، فيما ستواجه واشنطن مطالب وشروطا بل ومحاولات توريط من قبل حلفائها في المنطقة للتشدد في صياغة اتفاق جديد مع إيران يشتمل على برنامجيها النووي والصاروخي ودورها الإقليمي. هذا وراء الكاتب أن إدارة بايدن لن تكون جاهزة للقيام بأدوار فعالة في منطقتنا حتى الصيف المقبل، فلديها من هموم الداخل وتحدياتها ما قد يستغرق ردحا من الوقت وقدرا كبيرا من الجهد، وفي منطقتنا ثمة سلسلة من الاستحقاقات التي سيتعين انتظار نتائجها، انتخابات أواخر آذار في الكيان الصهيوني وانتخابات حزيران في إيران، ما يعني أن النصف الثاني من العام الحالي هو الوقت الذي قد تتضح فيه التوجهات الجديدة لإدارة بايدن وسياساته في الإقليم.
نشر صحيفة الاندبندنت البريطانية أنه مع حديث الرئيس الأمريكي جو بايدن عن الوحدة، ولكن الديمقراطيين لديهم فرصة لانتزاع الدماء السياسية من الجمهوريين ولا يفوتوا هذا الأمر. وأضافت الصحيفة في مقال للكاتب باتريك كوبرين أن الديمقراطيين إذا لعبوا أوراقهم جيدا فيمكنهم استغلال الغزو الفاسد لمبنى الكابيتول لسنوات، تماما كما فعل الجمهوريون في أحداث 11 من أيلول سبتمبر. الكاتب تطرق إلى الانقسام العرقي والاجتماعي في الولايات المتحدة في الوقت الراهن في ضوء اقتحام مبنى الكابيتول في 6 من كانون 2 يناير الجاري، وأكد أن غزو الكابيتول لم يكن مثل أحداث 11 من سبتمبر من حيث العنف، ولكن أهميته السياسية قد تكون أكبر، مقارناً بين المنطقة الخضراء التي أقامتها الولايات المتحدة قديماً في بغداد وبين المنطقة التي أنشأها 25,000 من الحرس الوطني والتي تحمل الاسم نفسه وسط واشنطن لحماية تنصيب الرئيس الجديد. وأشار الكاتب إلى أنه مع أن الخسائر في الأرواح تختلف اختلافاً كبيراً، 5 قتلى مقارنة ب2977، ولكن من حيث الإدراك فإن للحدثين سمات مشتركة مهمة. مع ذلك يقول إن الإفراط في استغلال واقعة اقتحام الكابيتول لتحقيق مكاسب سياسية قصيرة يمكن أن يأتي بنتائج عكسية إذا كان يستهدف شريحة واسعة جداً من الجمهوريين. ويلفت الكاتب إلى أنه لا تزال الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لصعود ترامب قائمة، مضيفاً أن ترامب هو فقط البديل الأمريكي في مجموعة من المستبدين القوميين الشعبويين الذين استولوا على السلطة في جميع أنحاء العالم. وأضاف الكاتب أن النداءات المتكررة اليائسة إلى حد ما من أجل الوحدة في حفل تنصيب بايدن لا تؤدي إلا إلى تأكيد الانقسامات، فبالنظر إلى عمق الأحقاد والمخاوف من المدهش أنه لم يكن هناك مزيد من العنف. ابتكر استوديو ستيك ديزاين في سنغافورة ابتكر تقنية لا يضطر معها ركاب المصعد للضغط على الأزرار بأصابعهم، وذلك من خلال تقنية من دون لمس الجديدة والتي تحاكي حركة أصابع الإنسان وتعيد إنشاء الاستجابة اللمسية للضغط على الزر. وتعمل هذه التكنولوجيا الجديدة باستخدام الحركة طريقة للإدخال، ما يجعلها لا تحتاج إلى اتصال مباشر، وفي إمكانها تقليد الحركة من مسافة بعيدة. وأوضح الاستوديو الذي صمم نموذجاً أولياً عملياً بشأن هذه التقنية الجديدة أنها لا تزال تجربة حالياً، وأن نوع التفاعل من دون لمس والذي تقدمه التقنية يمكن تطبيقه على إيماءات مختلفة، وهذا يعني أن الأزرار التي تستخدم هذه التقنية يمكن أن تذهب إلى الداخل أو تتحرك إلى الخارج إذا قام المستخدم بحركة دفع أو سحب عن بعد. أبقى الآن المشاهدين مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتورية.
بهذا تنتهي جولتنا الصحفية مشاهدينا الكرام، غدا بإذن تعالى صدى أقلام جديد من الرافدين في رعاية الله.